كل سنة وحضراتكم بألف خير، عيد سعيد عليكم وعلى كل الأمة الإسلامية في جميع بقاع الأرض. العيد جه وأجمل أيام بنعيشها فترة عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم بألف خير وسعادة. في رسالة عايز أقولها لجمهور نادي الزمالك ولازم الجميع ياخد باله منها، رسالة مهمة وهي تشويه لقاء الزمالك وفريق غزل المحلة. بعض الناس بتوصل صورة ان لقاء غزل المحلة مع نادي الزمالك لقاء تافه ولقاء يعني ولقاء عيب قوي ان الزمالك يلعب مع فريق غزل المحلة وبتاع، كأنه لقاء ملوش ريحة اللازمة. انا واحد من الناس شايف ان لقاء غزل المحلة مع نادي الزمالك اهم من فوز نادي الاهلي بافريقيا، وهقول لك ليه دلوقتي. الاهلي خد افريقيا واللي كان كام. لقاء غزل المحلة في الدوري مع نادي الزمالك هو لقاء مفصلي لاقتراب الزمالك من بطولة الدوري المحلي، يعني هو اللقاء اللي هيخليك تاخد دوري، ثم بعد كده تاخد كاس ان شاء الله، ثم بعد كده تعود للمكانة الافريقية اللي احنا عايزينها. يبقى اذا لازم نركز في محاولة تشويه وتهميش لقاء نادي الزمالك مع غزل المحلة، انه ايه يا ابني احنا رايحين نلعب في كاس العالم واحنا واخدين افريقيا وانتوا تلعبوا مع المحلة، بياخدوك لعالم مسحور عشان تنزل لقاء المحلة تشيل قبح وتمشي، تنزل لقاء المحلة تشيل قبح وتمشي. وهو ده الفكر اللي بيحاولوا يصدروه، ان لقاء نادي المحلة مع نادي الزمالك لقاء ملوش راحة اللازمة ويخ ويع وما يصحش. طب نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ ننسحب من الماتش؟ فهم عايزينك تخسر اللقاء عشان لعيبة الزمالك تنزل الماتش تحس انه لقاء هايف، تحس انه لقاء مش مهم، فسيادتك يضيع منك 3 نقاط يروحوا للأهلي على طبق من ذهب، فالأهلي يفوز بالبطولة. فإذا لقاء نادي الزمالك مع لقاء نادي الزمالك مع النادي المحلة أهم من فوز الأهلي بأفريقيا، أهم من صعود الأهلي لكأس العالم، أهم من لقاء الأهلي حتى مع تشيلسي، أهم من كل حاجة. بالنسبة للزملكاوية ده أهم من كل حاجة، لأن اللقاء ده هيتبني عليه المواسم القادمة، وهي فترة الاكتساح الزملكاوية اللي احنا عايزينها، فترة الاكتساح الزملكاوية اللي احنا عايزينها، ان بدايتها هذا الموسم، بدايتها ان انت تحصل على الدوري ثم تاخد الكاس ثم تروح افريقيا تزلزلها زلزلة، تروح افريقيا تزلزل افريقيا زلزلة. فده كله مش هيحصل لما تفقد نقاط غزل المحلة، هتفقدك ثقتك في نفسك، وده اللي الاعلام عايز يصدره، ان هو اخ ويع وما يصحش ومحله مين يا ابني وحد لعب المحله، فتنزل انت نفس اللي حصل مع الزمالك في الدور الاول، نفس اللي حصل مع الزمالك في الدور الاول. وافتكروا الكلام ده، ان الاهلي يكون بيلعب الدحيل والزمالك يخسر من المحله ويجي لك شعور كده ان الزمالك بيعمل حاجه هايفه قوي تافهه قوي، رغم ان الاهلي نفسه مؤجلاته يعني لقاءاته في الدوري اتاجلت انه عايز يحافظ على الدوري. لو كان مستهيف الدوري دوت كان لعب بالناشئين، كان لعب باي حاجه وطلع كاس العالم ولا طلع افريقيا ولعب هناك، ولكن عايز يحافظ على الدوري، فبالتالي تم تاجيل مبارياته. فالدوري لو مش مهم كان الاهلي لعب بالناشئين، لو الدوري مش مهم كان الاهلي خسر ومن الفرقه ومش في دماغه. ولكن الصوره دلوقتي اللي بتحاول تروح لنادي الزمالك ان لقاء تافه، ان لقاء يضحك، ان احنا يا اهلي طالعين هو نلعب معرفش مين في كاس العالم وهنقابل تشيلسي وخدنا افريقيا، وانتوا يا متعيس رايحين تلعبوا غزل المحله، يديك بقى شعور بايه؟ بالاكتئاب، وشعور ان انت مالكش قيمه، وشعور ان انت مش هتعمل اي حاجه مفيده. مع احترامي ايه فريق المحله فريق محترم، هو كسب الاهلي، ايوه كسب الاهلي، ما تنساش انه كسب الاهلي، ما تنساش انه فريق محترم، ما تنساش ان اللعب في استاد المحله لعب بيبقى صعب جدا. اللقاء المره دي مش هيبقى في استاد المحله طبعا، الاهلي والزمالك الاثنين خسروا المحله، فعايزين يدك شعور بقى ان هذا اللقاء لقاء يعني ايه يا عم انتوا بتعملوا ايه، رايحين تعملوا ايه مع المحله، فيديك شعور بقى فزيزو يكسل، فطارق حامد يكون مقريف، فبن شرقي الحاوي يكون مش في يومه، المهم يطلع لك اللعيبه اوت زمود وخلوهم بره تركيزهم تماما واللقاء يروح. وهذا اللقاء هو لقاء مفصلي، هو اللقاء اللي واقف على بابه نادي الزمالك لاكتساح افريقيا. واحد يقول لي يا عم ايه لقاء غزل المحله ايه علاقته باكتساح الزمالك افريقيا، اقول لك هو البدايه، هو البدايه. لو الزمالك ان شاء الله فاز
هيحافظ على الفرق اللي بينه وبين النادي الاهلي، هيضغط الاهلي في مؤجلاته، باذن الله هيكون قريب انه يفوز بالدوري، من ثم يعود لافريقيا يفوز ببطوله دوري ابطال افريقيا، ثم يفوز بالسوبر الافريقي، وهلم جره يزلزل الزمالك افريقيا ويصبح رقم واحد. ودي الخطه اللي احنا حاطينها للزمالك، ونتمنى ان لعيبه الزمالك تمشي عليها بطريقه نموذجيه، ان هو ازاي احط رجلي على الطريق الصحيح، ازاي ان تكون البدايه من ماتش غزل المحله ما استهيفش وما تاثرش من الحملات الاعلاميه من اجل تسخيف لقائي مع غزل المحله، فانزل اكون اكلينيكيا قرفان واضيع نقاط قدام غزل المحله. اوعوا تقعوا في الفخ ده، واوعى جمهور الزمالك يقع في الفخ ده. لقاء الزمالك مع المحله اهم من لقاء نادي الاهلي حتى مع تشيلسي، اهم من فوز الاهلي ببطوله افريقيا، اهم من كل حاجه، اهم من اليورو بالنسبه لنا احنا كجمهور الزمالك، هو اهم من كل حاجه، لانه هو اللقاء المفصلي اللي هيقربنا من درع الدوري بنسبه كبيره جدا، من ثم يفتح علينا دواليب البطولات. وايه بقى؟ عد بقى يا عداد، خد بقى بعدها الكاس وخد السوبر وخد افريقيا، من هنا هتكون ذهب ياقوت الماز، من هنا هتكون بدايه البطولات، من هنا هتكون بدايه الانطلاقه ان شاء الله، ان يكون درع الدوري في قلعه متعقبه. هزود الضغوط، وبعدين ان غدا نظري قريب لما اكون كده زملكاوي محترم بادئ كده الموسم، تقوم نهيه واخد يعني بنهايه الموسم كده واخد دوري وكاس، وتبدا الموسم في افريقيا نفسيتك تكون حتى متظبطه، يعني واخد ثنائيه. الاهلي خلاص عشان انت مش موجود في افريقيا خد افريقيا، انت ربنا كرمك وخدت دوري وخدت كاس، يبقى انت كده واخد الثنائيه بشكل جميل، وبعد كده يا باشا الدنيا معاك زي الفل، تطلع افريقيا تقوم مزقزق ومروق على الفرق التعبانه اللي احنا شفناها بتاعت الموسم ده، واللي تقابله تاكله 4 و5. احنا اتفقنا على النظريه دي، اللي هنقابله في افريقيا هناكله 4 و5 بدون تفاهم، سواء في مصر او بره، اي فرقه هنقابلها بال4 و5 مش هنتفاهم، خلاص وقت الهزار خلص، وقت الدلع خلص، احنا عرفنا احنا مكاننا فين والفرق الثانيه وموقعها فين بالظبط، فاللي هنقابله هنكسبهم بال4 و5. يبقى انت كده معاك افريقيا جميله، معاك دوري ومعاك كاس، خش بقى يا باشا على السوبر الافريقي وكاس العالم للانديه، سيبك بقى السنه دي في تشيلسي، السنه الجايه وماله، السنه الجايه وماله، يكون فيها برشلونه، الريال مدريد، اليوفا، يكون في فرقه برده محترمه، ليفربول، الله اعلم. لا كاس العالم الانديه هيخلص، ولا دور الابطال هيخلص، ولا هيقفلوا الباب، ولا دي النهايه من السنه دي، اعتبروها سنه انطلاقه زملكاويه، سنه ان الزملكاويه بيزلزلوا افريقيا زلزله، بيزلزلوا افريقيا زلزله. والدخل عندنا السنه دي يا جماعه ان لقاء المحله اوعوا تستهونوا بيه، مهما الاعلام حاول يقول لك يا راجل انا راح العب في كاس العالم الانديه وانت راح تلعب مع المحله، ايه المفروض اعمله؟ ايه المفروض اعمله؟ يعني الرساله دي لما انت تديها لي المفروض اعمل ايه؟ المفروض ما اروحش عشان انت تكون مرتاح نفسيا، انسحب مثلا، اقعد في البيت يجي لي مثلا ارتكاريا، اقعد اهرش، اقعد اعيط؟ لا، زي ما احنا ونركز ناخد 3 نقاط محترمه، درع الدوري بيقرب، ومن ثم زي ما قلت تاني كاس مصر، وبعد كده افريقيا، وبعد كده زقزق يا طيور اجري يا بحور ارمحي يا خيول، زقزق يا طيور اجري يا بحور ارمحي يا خيول، كل البطولات اصبحت زملكاويه، خلاص دي البدايه، والبدايه والله العظيم هي بطوله درع الدوري. لو الزمالك خد درع الدوري النفسيه هترتاح، النفسيه هترتاح، لو راح منك دوري وكاس هنتعب شويه، والموضوع محتاج بس رفع معنويات لعبتنا. فلذلك لقاء المحله تاني وتالت اهم من فوز الاهلي بدوري ابطال افريقيا، اهم من وجود الاهلي في كاس العالم للانديه، اهم من اليورو، اهم من كل الماتشات اللي على الارض، اهم من كوبا امريكا بالنسبه للزملكاويه، هو اهم بالنسبه لنا. احنا مالنا وما الفوز مثلا الارجنتين بكوبا، احنا مالنا وما الفوز ايطاليا باليورو، احنا مالناش علاقه، احنا الماتش ده عندنا اهم ماتش كروي، ماتش محوري جدا ومفصلي في بطولات نادي الزمالك هذا الموسم، هو اهم لقاء. فاوعى تسمع، اوعى تسمع للكلام الاعلامي، ركز في هذا اللقاء ودي لعيبتك دفعه، لان اللقاء ده هو مفتاح حصد بقيه الالقاب. احتكار البطولات يبدا من هذا اللقاء. دي رسالتي حبيت ان اطلع اقولها لحضراتكم، واتمنى توصلوها
باعلى صوت كل زملكاويه تخلي بالها، اوعى تحبط، اوعى توصل صوره ان انت محبط، اوعى توصل اعلام ان احنا صدقنا. وان شاء الله باذن الله بدايه الانطلاقه من لقاء المحله، كل البطولات، كل البطولات، دوري وكاس وافريقيا وسوبر في الزمالك الموسم القادم. هناخد بس السنه دي هنكتفي كده بعلماشي كده دوري وكاس، والسنه الجايه ان شاء الله بقى اللي هنلمحه هنمرجحه. تحياتي لحضراتكم، اسلام علوي.